السلفية هي الأصل، مذهب السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذه هي الأصل. أن الإصلاح اليوم لا يبدأ بالثورة وبالخروج على الحاكم الكافر، فضلا بالخروج على الحاكم الفاسق، وإنما الإصلاح يبدأ كما نقول نحن دائما وأبدا من عشرات السنين بالتصفية والتربية. فإن كان الرجل معنا في هذا المنهج فيذكر بهذا ويكفي، وإن كان ليس معنا فينبغي أن نعلم وأن نفهم منه كيف يريد وبمن يريد أن يخرج. يا جماعة، أكثر المسلمين جهلة، وأكثر المسلمين الذين يعلمون بعض الأحكام الشرعية هم يخالفونها، فنساؤهم كاسيات عاريات، معاملاتهم مخالفة لأحكام الشريعة في كثير من نواحيها إلى آخره. ونحن جميعا نعتقد بأن نصر الله لعباده المؤمنين مشروط بكلمة واحدة: إن تنصروا الله ينصركم. ونصر الله إنما يكون أولا بالعلم، يعني بالعمل. والعلم اليوم كما تعلمون جميعا في انحراف كبير جدا عن العلم الذي كان عليه السلف الصالح. ولذلك في الحديث الذي تعرفونه الذي مطلعه: إذا تبايعتم إلينا وأخذتم أذناب البقر إلى آخره، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الدين اليوم له مفاهيم عديدة جدا، وليس فقط في الفروع بل وكما يقولون في الأصول، ليس فقط في الأحكام بل وفي العقائد. فأنتم بتعرفوا اليوم أكثر المسلمين إما أشاعرة أو ما تريدين، أبهؤلاء ينتصر الإسلام؟ إذن لابد من التصفية والتربية. فسلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أي بالمفهوم الصحيح. فإذا يجب أن نبدأ بتفهيم الناس هذا الإسلام بالمفهوم الصحيح وتربيتهم على ذلك، ويومئذ يضرع المؤمنون من رسول الله. أما غير السبيل ما يمكن أبدا أن يعود إلى المسلمين عزهم ومجدهم.